صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 83 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء فيه أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة سوق تنظيم العمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من السيد محمد علي محمد القائد السيدة مها عبد الحميد مفيس السيد عبد الرحمن صالح الاسنان السيد احمد جعفر الحايكي السيد محمد عبد الجبار الكوهجي السيد احمد عبد الله بن هندي المناعي السيد جعفر خليل ابراهيم السيد باسم علي سيادي وتكون مده عضويتهم في المجلس اربع سنوات